تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54، وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من المعرض مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، يعني بعد التحية، يعني تضعنا في أجواء المعرض لديك اليوم وأبرز ما تضمنه المعرض اليوم من فعاليات وأنشطة. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم الثامن لمعرض الكتاب في نسخته 54. خلال السبعة أيام الأولى يعني وصل عدد الزائرين في المعرض لمليون ونصف زائر، وبالأمس خصيصا برغم التقلبات الجوية التي حدثت إلا أن وصل عدد الحضور لمعرض الكتاب أكثر من 200,000 زائر في فقط من الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء. اليوم هو يوم مختلف فيما يتعلق بالندوات، لا يقتصر المعرض فقط على ربما الكتب وأجنحة الكتب المختلفة، ولكن أيضا هناك الندوات الثقافية والصالونات الثقافية وغيرها من الفعاليات والنشاطات. اليوم كان من أهم النشاطات هي فعالية الهوية المصرية وبعض الندوات المختلفة التي تتحدث عن الهوية المصرية وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية. كان هناك أيضا ندوات عن فكرة محاربة الإرهاب وكيفية التعامل مع الفكر الإرهابي، ولكن بجانب توعوي وبجانب ثقافي، أي كيفية القراءة اللازمة والتوعية الكافية للتعامل مع الأفكار الإرهابية والحد منها من جذورها من الأساس، وتنمية النشأة على هذه الأفكار التي تحارب هذه الأفكار الإرهابية. كان هناك أيضا بعض الندوات الخاصة بالمرأة وتاريخ المرأة ودور المرأة وبصمة المرأة خلال السنوات الماضية، ولكن لا تقتصر فقط على دور المرأة المصرية ولكن بشكل عام دور المرأة في التاريخ العالمي بشكل عام. أيضا هذه الندوات والصالونات المختلفة هي بمشاركة يعني رموز وقامات مصرية وعربية وأجنبية. الآن بينما أتحدث إليكم في خلفي هذه القاعة، قاعة صلاح جاهين، وهو بالطبع شخصية هذا العام للمعرض، تكون الآن الاحتفالية الخاصة بتسليم الجوائز للفائزين بمعرض الكتاب في نسخته 54. ربما دقائق وتبدأ هذه الاحتفالية لاختيار الفائزين في مختلف ربما ألوان الكتابة المختلفة. أيضا بجانب هذا هناك أيضا الجزء الخاص بالطفل ومسارح مختلفة للأطفال ونشاطات مختلفة للأطفال لتوعية الأطفال، وأيضا بعض المنصات مثل منصة وعي على سبيل المثال، وهذه المنصة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم ببعض النشاطات لتوعية جميع الفئات، الأطفال والعائلات والرجال والشباب والسيدات وكل الفئات من جميع أنحاء العالم ليس فقط من مصر، للتعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة. على سبيل المثال مثال بعض هذه القضايا، التعامل مع جواز صغر السن او القاصرات على سبيل المثال، التعامل مع طيب كريم، يعني مع وجود هذا الزخم الكبير المختلفة. مع وجود هذا الزخم الكبير في الفعاليات وبالاضافه الى اجنحه المعرض المختلفه، هل برايك يوم واحد هو كاف لزياره المعرض، ام يعني بماذا تنصح المشاهدين؟ بالطبع ستكون الإجابة على هذا السؤال لا، يوما واحدا ليس كافيا لزيارة المعرض. المعرض يوجد أكثر من 1,074 ناشرا يشاركون من 53 دولة، 53 دولة يشاركون في هذا المعرض، العديد من الجاليات يتواجدون يوميا يعني القدرة على زيارة المعرض، هو كبير جدا في المساحة، أربع قاعات مختلفة، كل قاعة تحتوي على الكثير والكثير من الأجنحة للثقافات العربية والثقافات المصرية والثقافات الأجنبية. هذا بجانب كما ذكرت بالطبع اليوم ليس يوما واحدا ليس كافيا، لأن هناك أيضا يعني صالونات ثقافية، ندوات ثقافية، هناك أيضا فعاليات ترفيهية على سبيل المثال للأطفال، للموسيقى، للاستمتاع بأوقاتهم داخل المعرض، فبالطبع يوما واحدا لن يكون كافيا لزيارة
نعم. هذا المعرض. طب أخيرا كريم، يعني تحدثني عن أسعار الكتب، لأنه في ظل الأسعار المرتفعة عالميا وأسعار الورق وأسعار الطباعة المرتفعة على مستوى العالم، يعني هناك حديث عن أسعار الكتب المرتفعة أيضا في المعرض، فهل من عروض مقدمة من دور النشر المختلفة لتيسير القراءة على زوار المعرض ومحبي القراءة؟ دائما معرض الكتاب يكون له يعني طابع خاص فيما يتعلق بأسعار الكتب أو التخفيضات الخاصة بها. بالفعل هذه النسخة أيضا شهدت العديد من التخفيضات والأسعار الرمزية لبعض الكتب. بعد دور النشر كان هناك تخفيضات تبدأ من 20% إلى 50%، وهناك أيضا بعض الكتب بدأت بالفعل من 5 جنيهات فقط ثمنا للكتاب. لذلك هي أسعار جيدة جدا لمحبي القراءة وبالطبع راغبي الحصول على الكتب التاريخية وأيضا الكتب الحاضرة أو الكتب الحديثة. لذلك هناك بالفعل كتب تبدأ من 5 جنيهات فقط. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك بعض الأماكن التي تعطي بعض الكتب بالمجان، مثل هيئة الاستعلامات المصرية، والتي يوجد بها بالفعل العديد من نسخ التاريخ المصري، العديد من نسخ القوانين المصرية، العديد من الكتب التي تصف حالة المصرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على سبيل المثال، وكل هذه الكتب تقدم بالمجان في هيئة الاستعلامات المصرية، جناح هيئة الاستعلامات المصرية هنا في معرض الكتاب في أرض المعرض. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب.